2018. وخلال اللقاء نقل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وتمنيات جلالته له بالصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معالي السيد وزير الداخلية نقل تمنياته إلى جلالة السلطان المعظم بوفور الصحة والسعادة وللشعب العماني المزيد من التطور والنماء. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها.